أنيغو آه تليا سلديجا دجمدا حرادير إيجورجو. ورقت كسب بحذاي تليس كإذن ك. أمني دجمدا حرادير إيجورجو. وجدو ورجلين أمني. كو مقالة واحد لقمة منوعي إن حبض لقدر حريدو دبال دقيا دا سيدا روسيا دا ينوع كستو حفلة دا. وممنوع لمن أقوله إن حبض ما لا يعني له ريدو غضب كوات وغضب كل بعض في رجارة عروس كي كده عيو دقمدا حردارة وحاك ممنوعة جديد لغو قلبيو جدها مجال هذا وحاله أقول يا هاي كلية هالجاري من اللغو ريجين كرو جدها مجال هذا لغو ما أنا عياري كرو فرس مجالها نوع كستو عيارة هل منا كم ولا عوين كران رج يدمر وحنا للربا إن لدغن قليو ولغو دغمو عدي فلون ويدنا وحلقة قضايا تلاب شرعية مضب كسدحات مقالة لما أقل بابور كسادة حوارك سرية لباطن حوارك سرية لباطن لما أقل قفكي لغو أركان وحا أمو تيسان دونا أفرتني سديد ساعدود وحبسيه مضب كافراد مقالة لحدة يبار بيهم وحي كدن بيا إنو بابور سعون كرين هدي لغو أركو وها أمو تيسان دونا دريوالكو حبس الشرعية دا لشيغة يو وهاد الآن سو جيدين ايو قفكي فلين ويا علاقة قادة يا تلابة الشرعية مانتا لغشيغة اواميركو سابسين أمنية رقمي حرر ديري وقعانتو كوهين عيدمي ديغان كي عيدن كحيو قدالك الصوماليات وراغد أنو حيكو سعتي عيدن كأمنية يكو ديغانكا يكو عيدنك حوق دالك الصوماليات يدديو بمطقنا شعبكا يكونوال مغالدة حرر غيري وحان لي هاي وحولبو مطقنا لصوقر أو أميرا وحان رجينا يا إنا دوفولين دونتان سيد الأوغو ترقل ماداما عناغن أمنيوينو أي كو كتاي أذنكن أمنيوين أي مطاي كو كتاي أيضا دديو ورير حرر غيري وعدد مطقنا أدو أو أمانم بلشدا يديغانا كالدوان إلا غابتي مطقنا ككنا مغضي ملي لا قبطي على الحساب عيدنك حوق دالك الصوماليات ما أنت وحي قطعي سنة يبل وكسبين عي دقمدان حرر يري وحان أقنا هاي قاب والبو عدو قسكو قد هي إنو مغالا دان قرافيو إنو كو قرافي لايا تاسن وحا السبب وح دديو وكنو المغالا دان وحا سؤال لابتي وحي أبي أساسي قاهي يكو سابسناي وحبرشادة وحا سؤال لابتي عافيماتكي وحا سؤال لابتي بلشدي وحا سؤال لابتي قناحسيكي وأن مغالو مانتا أن هرمر كيدو هالك السنة عيدن كحيو قدالك الصوماليات يكو ديان كيكو سوين وأن مغالو مانتا هرمر كي قارتي عاد سلاد هاي يعني وحبا حبسان ميسين قلن عرق حسدو وحان نسو عنا رغباغيات اي كودان جيسينا ايو ومتخانا دادك ديان كا اي كار رايان مغالي دا هادا نسيدا سيتا هاي دادكو من يي جبان وحول بي متخانا برابغاندا اي سميان يوحول بي ميديا اي متخانا اي كسميان وابين يمتقانا إن دادك قلق القليان داد كان وداد أمانا عرق حسادونا سكا استيحتا أي دهو دو أغر دواقان أنه أغ دادك ديان كإن صعو عاني وهن جمعنا دان وداد أتكيسي بدن أغ نمتقانا عرق حسادو إن سن وحبو شيكرن وداد مانتا قريه دو أغي اللان متقانا مسعراد أي كل دقالم اللعين عرق حسادا وداد أمانا وحان لا يهميشا أتكو دان كسي هايا مقالة عن جهد إيه متقانا جهد فربنا قب حقيقة بشديد ومقالة قديمة وحدارية وكم وقت مقالة ينكا صومالية ودان حر ليرة قفكم مركب ومقالة حقصة لحس مقالة قديمة وحن ليا بالشدة غير حر ليرة كو كم مقن دي بدها كو كم مقن كو جو دلك جدي سي كو مقالة جوبة أيضا كو دبوا من لعبة دان مقالة دان بين الله الكريم إنه غروس سعد معانا وحن ليا مقالة بلعيدة لسوع اليوم سيدي حتى تانا على سيد لبي جبارو وحان هالكان كامانيا قدوميا عدان يرادا يكو حيينا دودا يراج مغالا نسكو حلقامي يعني متقانا موقو دي كودة دالان وحان لي عواميرتك صوب بحديك تليا صليقا
sida ugu haboon inay mataqaana ay u tixgeliyaan codsiga uu iimaanay ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed qodobadan kuma saabsanno kuwa kaliya qabanaya dadka shacabka ah wuxuu ku saabsan yihiin kuwa qabanaya ciidanka iyo ciidanka deegaanka labadaba waxa xogay badatay magaalada xabadaha ka dhacaya ayagoo aan ognaa magaalada inay joogan dad xanuunsan diikara qabo dhalinyaro ah iyo dad dhalinyaro ah oo mataqaana iskuulad iyo wax ka bartaan marka waxaan leeyahay dadka deegaanka iyo ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed dadkan waa dadka aad u dhaarateen marka dhawaaqa xabadaha iyo waxyaabahan kale waxaan laga daayo waxaan leeyahay in sharciyadan inay horgal doonaan sida loo baahnaay iskali yani waxaan ku daraa oo bogaadinaya shacabka xardheer qaabka ay noola shaqeeyeen in muddadii halka sano iyo bilka ahay sida ay noo soo dhabeen xogta noo siiyaan noola shaqeeyaan waa waxa maanta ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed oo inuu sanad iyo bil muddo la'eg oo ku sugnado oo cadaw ugu baga cadhigi waayo waxyaabaha sababay waxa kamid la shaqeynta ina la shaqeeyeen dadka shacabka degmada Saxar Dheer ku sugan sidoo kale waxaan aad u bogaadinayaa sharciga iyo qodobada oo soo saaray taliyaha degmada degmada Xar Dheer kaasoo ahayd yani loo baahnaa sharci loo baahnaa maadaam magaalada habada saayid ay ka dhic jireen dad waayeela oo dhikar qab iska joogan dad yani xooga iska xanuunsa ay jiraan noona baahan yahay dadka aan u dhaaran maadaam yihiin in la xaq dhooro oo waxa ay dibsanayaan laga joojiyo sharcigaasna waxaan rajaynayaa cid walba qosayo in sida awaamirta looga soo saaray ay u fulin doonaan waana soo gabagabeynaa intuu badneed warka waa la sheegay internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah